I lived a life that's full. I traveled each and every highway. استاذ مصباح، حلقة بعد حلقة عم بتأكد انه انت الرجل السياسي اللي الجمهور بده اياه. ضحكتك بتفوت على قلبهم، كاركترك حلو بتغني لهم، فشو بده الشعب من رجل سياسي غير هيك؟ يعني الشعب يتمنى يرجع يشوفك، فشو بتخبرنا؟ معقول نرجع نشوفك بالبرلمان؟ بالبرلمان انا ساكن هون، ساكن بطرابلس، ساكن بلبنان، فاكيد حترشح على البرلمان. والمفروض لانه لما حطونا برا كانوا عم بيضحكوا علينا وعلى العالم، قالوا بدنا نضحي فيكم لانه في استقرار وانماء، بحين نحن كنا عملنا اللي علينا وواجهنا المخابرات السورية لما كانوا موجودين، وأنا وقعت لخروجهم. فأجوا قالوا لنا بعدين نحن حضنناكم وقعدوا على جنب، ومضطرين نعطي محلاتكم النيابية لجماعة السوريين، المخابرات السورية. فأكيد حأرجع أترشح، وتأجلت الانتخابات مرة واثنين وثلاثة. بس برجع بقوله أنه يعني نحن بالآخر منو منطق الطريقة اللي عم تندار فيها هالبلد. حرام انه شعب مثل الشعب اللبناني يكون عم بيتهجر بهالطريقه. ما في منطقه لما عم تفضى ناس عم تطلع لبرا، انا بسافر بشوفهم كلهم قاعدين برا، هول محلهم هون بلبنان، لازم يرجعوا على لبنان. ما في شيء بيمنعنا لا سيما بهالمرحله انه نكون قادرين نامن لللبنانيه اللي موجودين برا مجال انه يقدروا يتواجدوا بلبنان ويشتغلوا بلبنان ويقدروا ويورجوا قدراتهم وطاقاتهم بلبنان. اليوم على المسرح واجهت رسالة للقدس يلي ترند على تويتر، القدس عاصمة فلسطين أبدية عم بيكون هو نمبر وان، فأنت واجهت رسالة اليوم للقدس، هل كنت قصدها لأنه البرنامج لايف كرجل سياسي لبناني من طرابلس، أو لأنه أنت خلقت بلبنان ومن أنت وصغير بتحب القدس؟ خبرنا شوي ليش اليوم جيت على ذكر القدس؟ لا، بعتقد أنه إذا بدنا نرجع على وجداننا كلنا سوا يلي مثل ما قلت بتعبر عنه فيروز، القدس بوجداننا. فاليوم اللي عم نشوفه نحن نكيات سياسية بتخلي الناس ترجع تنقسم، نحن منا بصدد ننقسم ونتقاتل، نحن بدنا نبعد عن النزاعات. في ناس عم تتقاتل بالمنطقة، ما لنا مصلحة نتقاتل نحن، الخناقات خليها تكون برا، بس ما تضيع البوصلة. البوصلة ما لازم تضيع نهائيا. برجع بقول لك فيروز بتعبر عن وجدان اللبنانيين، وما بعتقد بوجدان اللبنانيين حدا ما بيعتبر القدس هي أساس لإله، لأنه بالآخر اللي عم بيصير اليوم مسخرة، وعم تتاخد قرارات كبيرة من قبل ناس أساساً ما عندهم، لا بيعرفوا يقروا فعلياً، منهم قاريين شيء ولا بيعرفوا تاريخ. بيمنعوا 7 دول يفوتوا على أمريكا تيحاربوا الإرهاب، ولو نحن منحبها لأمريكا، ونحن منعتبر أنه أمريكا هي بتمثل القيم يلي تربينا عليها. فتجي تقلي اليوم انه بالاخر بتصير القصة هيك ردات فعل، هيدا منه مقبول. يعني نحن نرجع كمان على الاساس، الاساس دايما انه نحن بلد مميز، انعمل بصدفة من التاريخ 1920، ما حدا كان بده اياه للبنان. اليوم مرقت 100 سنة، ورغم كل ما يقال في هوية لبنانية موجودة. الهوية اللبنانية هي اللي بتخلي الواحد يقبل التاني شو ما كان يكون، ويحس التاني اقرب لإله بتفكيره وبتربيته بنمطه بكل شيء اللي بيقدر يعيش معه. ما بيفكر انه والله هيدا انا بعيش معه لانه من طائفتي بطريقه خاصه. هيدا هو لبنان، لازم نحن نشتغل عليه ونتمسك فيه.